هلو، أهلا فيكم بالدرس الخامس بتعليم ألعاب الخفة. بهذا الدرس رح ناخد خدعة كيف نخزق المصاري ويرجعوا مثل ما هني منهم مخزقين، ورح ناخد خدعة كالعادة بورق الشدة. ويلا خلينا نبلش. طيب، للخدعة الأولى شو صار معنا؟ كان معنا عملة بتجيبوا اللي بدكم اياه، دولار حي الله عملة، وبكل العملات بتزبط. اللي صار إني أنا أول شي بينت المصاري والجوافة، بعدين مسكتها اتعشتها مظبوط وعن جد خزقتها. بمسكها تقريبا مش من نصها، من هون من التلت تقريبا بمسكها وبخزقها عن جد قدام العالم. خزقوها تقريبا شي سنت ونص، 2 سنت ماكسيموم. اوكي، شفتوا لوين وصلت تقريبا فيها؟ طيب، بخزقها تقريبا شي 2 سنت، ولما اوصل لهون، لما اكون خزقتها هالقد، الباقي كله تمثيل. يعني هيدي الخدعة عبارة عن بس تمثيل، بدي مثل انه انا عن جد خزقتها كلها. يلي عملته انا هلا هون كان اني شلت، يعني خزقت شوي، خزقت قصة شوي، انا وصلت لهون دغري بإصبعي هيدا نزلت هيدي الشقفة لتحت، وهيدا الإصبع مسكة لهيدي الشقفة. بهالإيد عملت حالي إني عن جد مسكتها بتكون تمثله مزبوط وخزقتها. يعني طلعوا هيدا الصوت، هيدا الصوت لازم يطلع إنه عن جد انخزقت. طيب، بتعملوا هيك بتاكلوه على أساس بتاكلوا الشقفة اللي انخزقت. وهلا اللي قدامنا شايف هيدا المنظر، مبين أنا مخزوقة. مهم، بعدين هلا بدي ارجعها مثل ما كانت. شو بعمل؟ هيدي الشقفة ما لازم تبين عليه، فبمسك بايدي اليمين هيدي الشقفة هيك، وبايدي الشمال بجلس المصاري، وبمسك بايدي من هون هيك، وبايدي التانية من هون بمسك له اياها بهذا الشكل للمصاري. طيب، وبعدها ثلاثة او شو ما بدكم، وبتنفخوا نفخة عليها لما تمطوها بسرعة بتعطيكم هذا الشكل. هلا على السرعة بتبين على اللي قدامنا انه عن جد رجعت مثل ما كانت، ما في شيء مخزق، بترموها يمين وشمال ما في شيء. بس اهم شيء لما تمسكوها ما تعملوا لها هيك، مطوها على الاخير، لما تمسكوها تشدوها على الاخير بتبين انه عن جد رجعت ومنها مخزقة. طيب، فرجيتوا المصاري والجوقفة، مسكت المصاري وغزقت عن جد بغزق شي 2 سم. شوفوا طلعوا كيف هون هيدا المقطع، غزقت 2 سم، مسكتها دغري بهيدا الاصبع وبهيدي الايد، عملت حالي اني عن جد انتشتها، شلتها للقطعة واكلتها للقطعة. بهالايد دغري لما ترجع بهدي هالقطعة الصغيرة، وبايدي الشمال بمسك الورقة من فوق. انتبهوا، وبنفس الايد ليكو شو عملت، خليت هيدي الورقة لهون مشان ايدي التانية تمسكها. عرفتوا كيف؟ ومسكتها هيك، هيك بمسكها ما بفتحها اكتر. الشخص هلا هيك شايف لعنده، منو شايف شو في جوا. طيب، وبعدها ثلاثة، 1 2، ونفخة رجعت مثل ما كانت. تمسكوها هيك مرة مرتين وخلص وبتروحوا. الخدعة هينة كتير، منها صعبة، بدها شوي صغيرة تمرين وبدها شوية تمثيل. يعني يلا موافقين؟ الخدعة التانية، اصحاب حي الله ورقة، بيسحب ورقة بيشوفها، احفظوها منيح. بقول له هلا انا بدي اخلط الورق، انا عم بخلط الورق، بس تقلي ستوب بوقف وبتحط ورقتك بالنص. قلي ستوب، اعتبره قال ستوب هون. بمسك ورقته بحطها بالنص، ما بعرف وين هي، بترك الورقة شوي على الارض. هلا بقول له في ورقة بالنص فتحت، يمكن ما يصدقني. بفتح له الورق كله، في ورقة بالنص فتحت، 5. بيقول لي ورقتي منها 5. بقول له بعرف انه منها 5،
انا ما قلت لك انه ورقتك خمسه، بس الخمسه بتدلني على ورقتك. وحده، اثنين، ثلاثه، اربعه، شو كانت ورقتك؟ بيقول لي ورقته وبفتحها. بس ما خلصت، انا تارك لك مفاجاه. اربع قصص. للخدعه الثانيه، الخدعه كثير هينه، بدكم تطلعوا حيالله اربع اوراق يكونوا حلوين، يعني مثلا اربع قصوص، اربع بنات، ارقام انتو بتحبوهم، بس اكتر شي مميز القصوص. وبدكم تطلعوا رقم خمسة ضروري، حيالله رقم خمسة. طيب، تمسكوا الخمسة، الورق اول شي كله مسكر، تمسكوا الخمسة بتحطوها مفتوحة اخر ورقة تحت، وبتمسكوا الاربع قصوص وبتحطوهم مسكرين تحت الخمسة. يعني صار معنا ورق شدة كامل مسكر، بعدين في معنا خمسة وفي معنا أربع قصوص مسكرين. اتفقنا؟ هلأ فينا نبلش جاهزين. منقل له اسحب الورقة اللي بدك إياها، اعتبر سحب هيدي الورقة. بحاول أكيد ما أفلش على الأخير مش عم تبين الورقة المفتوحة. بيسحب الورقة هو بيحفظها، أنا ما بدي أشوفها. حفسر لكم إياها بالطريقة الهينة وطريقة الخلط اللي أنا عملتها كمان طريقة هينة وبالخلط مقنعة أكتر، بس حفسر لكم إياها بطريقة كتير مبسطة. أنا فيني أقول له للشخص مسوك ورقتك بمسكه، حطها فوق الورق، قطع نص الورق، بيقطع نص الورق ومنسكر القطعة. اللي صار أنه هلأ الخمسة في تحتها أربع قصوص وصار في تحتها ورقته. فأنا بفتح الورق بقول له في ورقة فتحت بالنص، عم بس بفرجي إياها، بيقول لي لا منها ورقته، ما تحكوا شي بس فرجوا الورقة. بيقول لي منها ورقتي، بقول له بعرف، بس هي الخمسة بتدلني من ورقتك. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هون بينصدم بينبسط. أنا بهالوقت بضب الورق أكيد، لأنه ما بدنا شي يلبكنا، يعني هون خمسة مفتوحة وهون ورقة مسكتين، ما يبين إنه الطاولة معجقة قدامنا. بقول له بس لحظة، أنا تركت لك مفاجأة ما خلصت. تفتحوا له الأربع قصوص. اتفقنا؟ هلأ الطريقة الثانية تبعت الخلط. الخمسة نفس العملية نفس الشي، منكون الورقة مسكر خمسة، بعدين الورق تحت القصوص. تحب ورقة، اعتبر مثلا الشاب، منقول له بس بدي اخلط، وبس بتقلي ستوب وبوقف ومتحط ورقتك بالنص. يلي عم بيصير، انا عم بمسك الورق، شوفوا كيف بايدي اليمين عم بمسك ورق بهذا الشكل، يعني اصبعين من هون واصبع من هون، مثل عمل مثل نفق ايدي، ايدي عاملة مثل نفق من هون. وشو بعمل؟ ايدي الشمال عم تجي تمسك شوية ورق من فوق، شفتوا كيف بأي اصبعين عم بمسكن واتركن على ايدي عم ينزلوا، برجع بمسك شوية ورق من فوق بتركن على ايدي. على السريع بتبين هيك، بتبين اني انا عم بخلط، انا ما عم بخلط. هو بيقول ستوب، اعتبره قال ستوب هون. وين بيحط ورقته؟ هون بيحط ورقته هون. انا بكون قصتني ماسك الورق، بحط الورق فوق ورقته، وأنا هلأ صرت جاهز. بقول له في ورقة فتحت بالنص، نفس العملية، بنفتح ما بنحكي شي، بيقول لي منها ورقتي، بقول له بعرف منها ورقتك، بس الخمسة بتدلني من ورقتك. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بيتفاجأ الزلمة، بقول له أنا ما خلصت. هي مفاجأة تانية، خدعة كتير كتير هينة، كتير هينة، منها صعبة وحلوة. يعني في كتير عالم بتحب الخدعة اللي بتكون كتير هينة، ما بدها جهد، ما بدها خفة لحتى تعملها للخدعة. هيدي واحدة من هالخدع. وهذا كان الدرس الخامس، إن شاء الله يكون عجبكم. يلي عجبوا الدرس يعمل لايك وسبسكرايب، ويحكيني باسم التعليقات إذا في خدعة عباله يتعلمها لبعدين، أو إذا في شيء ممكن تطوروا عليه على الخدعتين اللي أخذناهن اليوم. شوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بالدرس السادس. باي باي.